السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بإذن الله أنا حابب أتكلم عن موضوع الأغاني، وأنا كنت قلت في فيديو قبل كده أن أنا هتكلم عن حكم الأغاني ولكن بشكل ثاني يعني. لكن بما أن في كتير من الناس فعلا ما يعرفش الحكم النبوي للمعازف والغناء، فأنا حابب أبدأ الكلام بأن أنا أبين الحكم التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم بعد ذلك أتكلم بالطريقة اللي أنا حابب أتكلم بها عن الأغاني إن شاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثبت عنه: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في مجموعة من أمته ستأتي بعد ذلك هيقولوا على المعازف إن هي حلال. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في المعازف أنها حرام، الأصل أنها حرام، ولكن في مجموعة هتظهر بعد كده هقول لك يا المعازف ليه يعني حرام وكده، يعني ده هي حلال. فالحكم النبوي في المعازف أنها حرام، الحكم النبوي في المعازف أنها حرام. لكن حقيقة أنا حابب أعرض موضوع الأغاني بشكل تاني، وده من خلال يعني مثال إحنا يعني سنذكره مع بعض ليقرب المعنى إن شاء الله سبحانه وتعالى. كتير مننا واحنا صغيرين يعني سواء بقى كنا يعني ولاد او بنات، اولياء امورهم كانوا بيهتموا بهم انهم او بيحاولوا ان هم يحفظوا القران وهم صغيرين، فكانوا بيبداوا يحفظوهم سواء بقى حفظوهم بنفسهم او ودوهم لشيخ او كده يعني. لكن للاسف سبحان الله العظيم يعني اكثرنا واحنا صغيرين ما استمرش في حفظ القران، ما استمرش في حفظ القران. وبالتالي احنا بقى لما كبرنا تدريجيا بدا يبقى عندنا قدر معين من القران حفظناه واحنا صغيرين اللي هو قصار الصور، اللي هو قصار الصور. انا بقى النهارده حابب اضرب مثال يعني زي مثال عملي كده يعني علشان المعنى ده يقترب. احنا دلوقتي مثلا معانا كوبايه، دي كوبايه فاضيه، والكوبايه دي بالنسبه لنا يعني معانا النهارده في الفيديو هي يعتبر يعني قلب كل واحد فينا. القلب ده هو ده القلب بتاعنا بقى، ده قلبي وده قلبك وده قلبك. فاعتبر ان الكوبايه البيضاء الشفافه النقيه ديت ده قلب كل واحد فينا. واحنا صغيرين ايه اللي حصل معانا؟ انا اقول لك ايه اللي حصل معانا. واحنا صغيرين اولياء امورنا حفظونا القران، والقران النهارده معانا هيمثله الميه دي، الميه دي هي اللي هتمثل القران بعد النهارده، وده قلبنا. فاحنا صغيرين ايه اللي حصل؟ ابائنا وامهاتنا ربنا يجزيهم خير يا رب ومشايخنا اللي علمونا واحنا صغيرين بداوا يحفظونا القران، يعني شويه بشويه بشويه يعني القلب بتاعنا بدا يمتلئ. لكن للاسف يعني بعد شويه صغيرين كده توقفنا عن الحفظ، توقفنا عن حفظ القران، ففضل قلبنا فيه شويه دولت من القران. القلب لسه فيه فراغ كبير، لكن هو فيه جزء صغير فيه مليان بالقران، لكن كميه صغيره. وبعد كده احنا كبرنا وانشغلنا بقى بامور كتيره جدا، وبدانا يعني بدات تترسخ عندنا فكره ان احنا كل ما بنكبر كل ما بيصعب علينا حفظ القران، ونبدا بقى نقول ده الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، ويعني يا ريت الواحد حفظ وهو صغير. وبنبدا نستبعد فكره ان احنا ممكن نحفظ القران علشان احنا كبرنا. طبعا الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح، ولكن هو صحيح من ناحيه معينه ان احنا فعلا بنجد صعوبه في حفظ القران، لكن مش بسبب الكبر، مش بسبب ان احنا كبرنا في السن. انا اقول لك ايه السبب. من اقوى الاسباب اللي بتخلينا لما نكبر ما نعرفش نحفظ قران ان احنا يعني وكتير مننا مر بالتجربه ديت، لما بنكبر بقى وندخل بقى في سن المراهقه وكده يعني بنبدا ان احنا نسمع اغاني، بنبدا ان احنا نسمع اغاني، والاغاني من اقوى الاسباب اللي بتخلينا بنجد صعوبه في حفظ القران. طبعا بعض الناس ممكن يقول لي ازاي الكلام ده، يعني الكلام ده يعني في مبالغه شويه. لا انا الكلام ده ما فيهوش مبالغه، انا هدلل لك على الكلام ده هوت يعني بمثال، وهدلل لك عليه بدليل واقعي، بدليل واقعي احنا عايشين فيه. المثال احنا نرجع تاني للكوبايه اللي معانا، ده قلب اي واحد فينا. شويه الميه اللي هم البيض بقى الميه الشفافه السائل الرقيق ده بيمثل القران، ده قلبي وقلبك. احنا لسه صغيرين هوت، لكن للاسف احنا توقفنا عن الحفظ، ما عادش بنحفظ قران، ما عادش بنحفظ قران. وبدانا نكبر في السن، لما بدانا نكبر في السن بدانا خلاص ما فيش قران دلوقتي بيتحفظ، انشغلنا بقى اللي انشغل بمذاكرته واللي انشغل باللعب واللي انشغل باي حاجه يعني باي ظروف يعني عنده. لكن كان في حاجه خطيره احنا بننشغل بها من حيث لا نشعر، هي اللي اثرت على حفظنا للقران او على ضعف حفظنا للقران. ايه هي الحاجه ديت؟ الاغاني. ازاي الكلام ده؟ انا هقول لك ازاي. احنا النهارده لازم طبعا نمثل الاغاني برضو، فاحنا علشان الاغاني ما تزعلش جبنا لها ايه؟ جبنا لها ازازه البيبسي دي. وطبعا انا تعمدت ان انا اختار ازازه البيبسي، يعني مش بعمل لها تسويق يعني مش يعني زي ما بيقولوا احنا مش محتاجه تسويق، لكن انا مختار ازازه البيبسي علشان لونها،
علشان انا عاوز حاجه لونها اسود بصراحه يعني، لان هي هتمثل الاغاني. وفي نفس التوقيت ان المواد الغازيه عموما يعني يعني الاطباء بيقولوا ان هي من اكثر الاشياء اللي بتضر الانسان، ولكن الانسان سبحان الله متمسك بيها. يعني احنا عارفين المواد الغازيه، المياه الغازيه عموما يعني مضره، لكن مع ذلك احنا تلاقيها في كل وجبه من وجبات اكلنا او في بعض الوجبات يعني بشكل دائم. المهم يعني النهارده احنا همثل للايه، همثل للاغاني بازازه الدبس دي. فاحنا عندنا دلوقتي الاغاني لونها ايه، لونها اسمر، هو السائل الاسمر ده، وده القلب بتاعنا اللي هو حطينا فيه شويه قران واحنا صغيرين، واللي هم البيض دولت اللي فتحت دولت. احنا بقى دلوقتي كبرنا وبدانا نعمل ايه، بدانا ننشغل بامور، ومن ضمن الحاجات ديت ان احنا بدانا نسمع اغاني، بدانا نسمع اغاني. انا او انت في مرحله من الفترات مرينا بفتره ان احنا بنسمع اغاني. في بعض الناس اي نعم بطلت والحمد لله، وفي بعض الناس استمرت. لكن انا عاوزك تتخيل معايا بقى الاغاني دي بتعمل ايه في قلبك، بتعمل ايه في قلبك. شوف بقى انت دلوقتي بقى بدات تسمع اغاني، هتحط نقطه، خد بالك الميه اللي كانت بيضه اتغيرت، هتحط كمان نقطه، تسمع بقى اغاني، انت مستمر في سماع الاغاني، يعني اغنيه ورا اغنيه، البوم ورا البوم، يوم ورا يوم بقى بتسمع اغاني، اسبوع ورا اسبوع بتكبر. خد بالك كل ما بتسمع، كل ما يعني وجود القران في قلبك بيضعف، اثره بيضعف. خد بالك الاول كانت الميه لونها يعني اتغير بسيط، لكن طول ما انت عمال تحط اغاني في قلبك، طول ما تقريبا اثر القران بيروح، بتفضل انت ايه، تملى قلبك اغاني لغايه لما تقريبا ما عادش يفضل للقران اي اثر في قلبك. هو ده اللي الاغاني بتعمله، هو ده اللي الاغاني بتعمله في القلب، ان انت بتحط الاغاني في قلبك وتفضل الاغاني دي تاثر على قلبك يعني بالسلب، وبتاثر على القران اللي موجود في قلبك. فانت دلوقتي قلبك اتملى، بس اتملى ايه، اتملى اغاني. خلينا نكمل مليان، وهي هتكب بتاع على الارض بقى، يبقى فيها يعني ممكن يبقى فيها حاجات كده يعني مش لطيفه يعني اهي. انت دلوقتي القلب اتملى، ما عادش في مكان، فانت بتحط له ايه، بتحط له اغاني، عمال تحط له اغاني، قلبك يعني اتملى للاخر اغاني. طب انت دلوقتي اي واحد فينا الحمد لله ربنا، بما اننا مسلمين وبنحب القران، بنيجي دلوقتي احنا عاوزين ايه، القلب مليان، بس مليان ايه، مليان اغاني، ده لونه بقى. طب احنا دلوقتي انا دلوقتي بقول لك مثلا يا شيخ، طب ما انا بقرا القران، انا بقرا سوره الكهف يوم الجمعه، وبقرا صفحه كل يوم، او بقرا نص صفحه كل يوم. ايوه انت بتقرا نص صفحه كل يوم، يعني مثلا ده مقدار القران اللي انت بتقراه، سوره الكهف اهي. هل لون القلب اتغير؟ لا ما اتغيرش. طب نحط تاني شويه قران اهو، لسه ما اتغيرش برده، لسه غامق اهو، هحط كده اهو، لسه برضو اللون ما اتغيرش. انت خد بالك بقى، انت بتقرا قران بمقدار بسيط، وفي نفس التوقيت برضو بتسمع اغاني، فانت اللي انت بتحاول حتى تبيضه بترجع للاسف تسوده تاني. شفت الكلام عامل ازاي؟ فالموضوع نسبه وتناسب، نسبه وتناسب. يعني يعني على مقدار سماعك للاغاني وعلى مقدار اهتمامك بالقران، على قدر ما يكون الموضوع يعني في قلبك. شوف انت بقى نسبه القران بالنسبه لك قد ايه، هتلاقيها ضعيفه، علشان كده انت مش بتحس بيها، علشان كده انت مش بتتاثر بالقران، وبترجع بعد كده تقول انا بقرا القران وما بحسش بطعمه، وباجي الصعوبه في حفظ القران. ايوه انت لازم تعمل كده، لان قلبك اهو، قلبك لونه اسمر اهو، لونه اسمر بسبب كتر الاغاني اللي فيه. لكن خلينا نفترض ان انت دلوقتي توقفت عن سماع الاغاني، وبدات تسمع قران، وبدات تحفظ قران، وبدات تعمل ايه تاني، وبدات تراجع قران وتقرا قران، وبدات تهتم بالقران واحده ورا الثانيه ورا الثانيه، هتلاقي شوف لون قلبك بدا يتغير. وكل ما بتكتر من القران، كل ما قلبك يبدا يبيض، والسواد اللي فيه ده يروح. هو ده بالظبط اثر القران في القلب، واثر الاغاني في القلب. فانت دلوقتي انت لما بتسود قلبك بقى وتملاه بالاغاني، بتلاقي ان في صعوبه في حفظ القران، وفعلا قلبك ما فيهوش مكان. وحتى لو انت رجعت القران بمقدار بسيط، ما بتلاقيش له اثر، ما بتحسهوش، لان النسبه للاغاني في قلبك اكتر. طب هو هل فعلا يا شيخ الاغاني بالسواد ده يعني الكوب دي بقى ما عادش لها لازمه، ونملوها تاني، نملوها ايه، نملوها اغاني تاني، شويه اغاني دول، اغاني ساقعه اهو، مالينا احنا الايه، مالينا الكوبايه اهو تاني اغاني، الكوبايه دي اللي هي قلب كل واحد فينا. هل فعلا الاغاني دي بالسواد ده؟ انا اقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى قال واستفزز، ربنا بيكلم الشيطان يقول له واستفزز من استطعت منهم بصوتك،
العلماء لما بيفسروا كلمة بصوتك اللي هو صوت الشيطان، ايه هو صوت الشيطان؟ سيدنا عبد الله بن عباس حبر القرآن وترجمان هذه الأمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن عباس ومجاهد والضحاك ودول من أئمة التفسير قالوا صوت الشيطان المعازف، صوت الشيطان المعازف. فصعب يجتمع في القلب أو يستقر في القلب كلام الرحمن مع كلام الشيطان، لازم واحد فيهم هو اللي يفضل، لازم واحد فيهم اللي يفضل. فأنت مهتم بمين أكتر؟ مهتم بالأغاني أكتر اللي هي صوت الشيطان، يبقى إذن البقاء في قلبك هيكون لصوت الشيطان، والقرآن هيكون أثره ضعيف. زي مثلا هو دلوقتي قلبك مثلا فيه دلوقتي حوالي النص أو الثلاث أرباع مليان أغاني، بتعمل إيه بقى أنت؟ أهو عادت تقرأ قرآن لكن توقفت أو لسه بتسمع أغاني، هيفضل اللون ده في قلبك. طب أنت علشان تطلع من القصة دي بقى، علشان تطلع من قصة السواد دي بقى تعمل إيه؟ علشان تطلع من القصة دي لابد إن أنت توقف ده، مش البيبسي، توقف الايه؟ توقف الاغاني، ان انت توقف الاغاني علشان تدي فرصه للقران ان هو يطهر قلبك، علشان تدي فرصه للقران ان هو يطهر قلبك. والا فانت هتفضل طول عمرك تجد صعوبه في حفظ القران، وهتجد صعوبه في التقرب من القران والارتباط بالقران، لان زي ما قلت لك ده كلام الرحمن وده صوت الشيطان، مش هيجتمعوا ابدا. وده الدليل الواقعي اللي انا بقول لك عليه، يستحيل تلاقي حد قريب من الاغاني وفي نفس التوقيت قريب من القران، مستحيل. لازم يكون في انفصام بينهم، اللي مهتم بالقرآن بعيد عن الأغاني، واللي مهتم بالأغاني بعيد عن القرآن، لأن زي ما قلت لك صعب يستقر في القلب كلام الرحمن وصوت الشيطان، ده صعب، صعب جدا يعني، فأنت مش هتلاقيه. فعلى ذلك الدليل الواقعي اللي أنا بقوله لك، أغلب أو النسبة الأكبر في كل من يسمع الأغاني تلاقيه بعيد عن القرآن ومش بيستحمله، ما بيستحملش يسمع القرآن ولا سامعه شوية يزهق. وتلاقي الإنسان على الطرف الآخر القريب من القرآن ما بيستحملش يسمع أغاني، بسبب إيه؟ بسبب إن الموضوع نسبة وتناسب، أنت اللي بتحدد من خلال الخطوات اللي أنت بتاخدها على أرض الواقع من التي تقربك من القرآن وتبعدك عن الأغاني اللي هي صوت الشيطان. فده المثال اللي انا حبيت اوضح بيه مساله الاغاني، لكن برضو انا حابب اقول للشباب يعني ان الموضوع، موضوع الاقتراب من القران حواليه شويه علامات استفهام او دوائر فيها علامات استفهام عند كتير من الناس. ان في بعض الناس بيظن ان اللي هيقترب من القران هيبقى عايش بقى حياه اتمه، والقران ملازم دايما للحزن، وان من اكبر الاخطاء فعلا اللي احنا عايشين فيها ان احنا ربطنا القران بالحزن، ربطنا القران بالعزاء، ربطنا القران بالمصائب، والموضوع عكس كده تماما. انا هقول لك على حاجه، انا كنت واحد من الناس في يوم من الايام بسمع اغاني وكنت حافظ مئات الاغاني وبنام وبصحى على الاغاني، وعمري ما كنت اتصور ان انا يجي علي يوم من الايام ان انا بطل الاغاني. لكن سبحان الله العظيم بعد ما عملت الحاجه اللي انا بقول لك عليها دي او التجربه اللي انا بقول لك عليها ديت، ان انا بدات فعلا اوقف الاغاني ديت اللي هي السمره دي، وبدات اقترب من القران، رغم ان انا كنت في يوم من الايام يستحيل ان انا ابطل اغاني، يستحيل، حافظ مئات الاغاني، الالبومات كلها تقريبا حافظها، وفعلا ما كنتش متصور ان انا ابعد عن الايه، ابعد عن الاغاني او ابطلها. لكن لما عملت اللي انا بقول لك عليه النهارده دهوت بفضل الله رب العالمين، بدات اقترب من القران، بدات احفظ، فبدا الاغاني في القلب ايه لونها يتغير، اهو بدات اهو احفظ القران، بدا يدخل قلبي، بدا اثر الاغاني في القلب اهي بتروح، كل ما بقترب من القران بتروح، لغايه ما الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليا ختمت القران. فمش مستحيل ان انت تحفظ القران، يعني انا كنت في يوم من الايام ما بعرفش اصلا اقرا قران، ودلوقتي ربنا من عليا بحفظ القران كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. وكنت في يوم من الايام بسمع اغاني زي وزيك وزي كتير من الناس، لكن حقيقه يعني انا بعد ما حفظت القران وبعد ما ابتعدت عن الغناء تماما اكتشفت فعلا ان احنا فعلا بينضحك علينا وش، واحنا في اكبر اشتغاله في الدنيا اللي هي مساله الايه، اللي هي مساله الغناء. اي مطرب بينزل البوم جديد بيبقى الالبوم عباره عن ايه، عباره عن ثلاث فئات من الاغاني. في فئه حزينه بتحكي ان هو كان بينه وبين واحده علاقه حب وكده يعني، وهي قلبته او هو قلبها سواء بقى كان مطرب او مطربه، ويبدا بقى يتكلم عن الخيانه والحزن، ده قسم. وفي قسم ثاني اللي هو الرومانسي، بيبدا بقى يتكلم بقى ان هو بيحبها جدا وهم بيحبوا بعض ودايمين في بعض والكلام ده كله، ويحسسك ان هم روميو وجولييت يعني.
وفي قسم ثالث اغاني بقى ملهاش دعوه بالقصص ديت، اغاني فرفشه اللي هي بقى لزوم الايه، لزوم الرحلات والسهرات والافراح والكلام ده كله يعني. فالمطرب برده ما بيحلمش الناس يعني، لكن للاسف للاسف احنا مظالم. احنا مظالم ليه؟ احنا مظالم، احنا كل واحد مننا بيروح على الالبوم بتاع المطرب اللي نزل او المطربه ويبدا يتعايش معاها على حسب حالته. انت دلوقتي علاقتك تمام بالبنت اللي انت بتحبها والدنيا ماشيه تمام، يبقى تاخد الجو الرومانسي اللي في الالبوم ده مثلا. انت هو نفس المطرب، انت ظروفك تعبانه والبنت قلباك وقلشاك وظروفكم العلاقه بينكم مضطربه وخلاص وباظت يعني، فتبدا تيجي انت رايح للقسم الثاني بتاع الخيانه والكلام ده كله يعني. انت بقى دلوقتي طالع رحله مثلا مع اصحابك، حفله مش عارف ايه، تيجي داخل على القسم الثالث اللي هو ايه، اللي هو بتاع الفرفشه والحفلات والكلام ده كله. يا جماعه ده احنا كده بينضحك علينا، احنا كده بينضحك علينا، احنا بنتسلم للشيطان تسليم اهالي. المطربين بتشتغلنا وهم اصلا مش عايشين القصص ديت، والله سبحان الله العظيم شيء عجيب. وفي نفس التوقيت هو بيزيد من شقائق وبيزيد من همك وبيزيد من غمك، وتحس ان هو مش واقعي. طب هو فعلا دلوقتي الاغاني اللي بتتغنى ديت هل هي واقعيه؟ والله ما هي واقعيه، كلها كلام احنا ما بنلاقوش على ارض الواقع. بعكس القران بقى، القران واقعي جدا في كلامه معاك، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. القران بتلاقي نفسك فيه، القران بتلاقي حل مشاكلك فيه. والقران ودي الحاجه اللي انا عاوز اقولها لك، القران مش سجن يعني. احنا الحمد لله بعمل، الحمد لله انا حافظ القران والحمد لله مش كشر ولا اتم، وبضحك وبهزر وبسافر وبتفسح وبعمل حاجه وكل حافظه القران ان شاء الله كده. ففي بعض الناس بتتصور ان هي علشان بقى تاخد طريق القران وتبعد عن الاغاني كانها حطت نفسها في سجن، وما عادش فيه فرح وما عادش فيه متعه، لان القران ده مربوط بالحزن والزعل ومش عارف ايه. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. فضل اللي احنا عايشين الحمد لله رب العالمين، عايشين حياه سعيده جدا وبنتعامل ونتعايش زي ما الناس محلها بتتعايش يعني. القران مش هيسجنك، ده القران هيرقيك اصلا، لان انت هتجد حلاوه في قلبك للقران عمرك ما هتشوفها في الاغاني. انا عارف ان في بعض المطربين او المطربات ممكن ينزل اغنيه مثلا ما شاء الله صوته فيها رائع، اداؤه فيها اكتر من الرائع، اللحن والتوزيع كل حاجه فيها تمام، فانت لما بتسمعها بتنبهر بيها. لان انا كنت في يوم من الايام بسمع زيك برضه وعارف القصه دي ماشيه ازاي، لكن لما اقتربنا من القران وشفنا حلاوه القران والله فعلا بدون مبالغه، انا دلوقتي لو حبيت ان انا اسمع اغنيه ما بعرفش اسمعها، ما بعرفش انا ماشي في الشارع كده سمعت اغنيه ولا بتاع، فعلا بحس ان هي مستوى متدني جدا من الذوق والرقي والكلام ده كله. القران لا يقارن، لا يقارن كلام الرحمن بكلام الشيطان. فاللي عاوز اقوله لك النهارده ان انت النهارده ممكن تكون انت واحد من الناس اللي بتشتكي الهموم واللي بتشتكي الضيق واللي بتشتكي قله البركه، كل ده هو بسبب ان احنا بعدنا عن القران. القران ده ربنا سبحانه وتعالى قال عنه كتاب انزلناه اليك مبارك، مبارك، وهذا كتاب مبارك انزلناه، يعني القران ده كتاب فيه بركه، كتاب فيه انس، كتاب فيه سعاده. قال سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، على احد تفسير اهل العلم ان الهدى في هذه الايه هو القران، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. النهارده انا بقابل ناس كتيره جدا فعلا النكد والهم والغم مالي حياتهم، تروح تشوف علاقته بالقران مفيش. طبعا الناحيه الثانيه مرتبط ارتباط وثيق جدا بالاغاني والكلام ده كله، وانت بتخيل بقى انت بتملى قلبك صوت الشيطان، فانت منين هيجي لك السعاده ومنين هتحس بالفرح ومنين هيجي لك البركه ومنين هيجي لك سعه الرزق ومنين هتجي لك الطمانينه؟ صعب، صعب تلاقي الكلام ده كله. فلذلك يعني انا كنت حابب النهارده ان انا اوصل فكره ايه، فكره ان احنا فعلا ظلمنا نفسنا ببعدنا عن القران واستبداله بالايه، استبداله بالاغاني اللي هي صوت الشيطان. وبرده في حاجه حابب اضيفها من المآسي يعني اللي بتكون في الاغاني، ان ممكن تلاقي واحد بيسمع اغاني مثلا ومثلا ما بيعرفش يسمع الا لما بيعلي مثلا الصوت على الاخر، فهو كان في عربيته او دلوقتي الظاهره المنتشره السيئه ظاهره الموتوسيكلات مثلا، ويبقى مركب مثلا سماعات وكده ويعلي الصوت ودوش الناس، او انسان يبقى قدام محل ويطلع السماعات قدام المحل علشان يسمع الناس بحالها. طب اضعف الايمان ان انت حتى لو مش حابب تبتعد عن الاغاني ما تخش سيئات غيرك، ما تخش سيئات غيرك. انت عارف ان انت لما بتشغل اغنيه انت كده للاسف خدت سيئات، لما واحد بيسمع الاغنيه ديت خدت انت، هو خد سيئات وانت خدت سيئاته. شوف بقى كام واحد انت لما بتشغل اغنيه وتعليها على الاخر بيسمعها، فانت مسكين عمال بدل وانت كده كده بتزود همك وبتزود غمك وبتزود سيئاتك، وفي نفس التوقيت بتلم سيئات كل اللي بيسمعك.
خسارة في سبحان الله العظيم القرب من الأغاني والله خسارة في كل حاجة، خسارة في كل حاجة. فأنت نصيحة من أخي ليك أضعف الإيمان، لو أنت الكلام ده أنت مش مقتنع بيه وحاسس أن أنت مش هتقدر تعمله، فياريت حتى لو سمعت أغاني، لو سمعت أغاني. وأنا والله يعني حزين أن أنت تكون يعني تستمر في هذا الطريق اللي فعلا والله ما فيه أي سعادة ولا فيه أي خير، بس احنا افترض أن أنت أصريت أن أنت تكمل، فياريت تخلي سيئاتك ليك لوحدك، خلي سيئاتك ليك لوحدك، ما تجمعش سيئات. يعني كل اللي بيسمع أغنية أنت مشغلها أو حاجة أنت مشغلها وأنت دلوقتي بتلم سيئات على الفاضي. فيعني ده كان كلامي في موضوع الأغاني. طبعا من فترة كبيرة جدا وأنا يعني ما اتكلمتش عن موضوع الأغاني أصلا، وأنا متردد أن أنا أتكلم عنها، لأن أنا كنت عاوز أسلوب أتكلم به عن موضوع الأغاني يكون مقنع قبل ما أكون أنه الحكم النهائي أنه حلال أو حرام. وانا برضو باكد على مساله ان اللي بيكلمك ده صاحب تجربه، صاحب تجربه. يعني ايه صاحب تجربه؟ يعني كل اللي انت حسه انا حسيته، وكل اللي انت عايشه انا عشته، وانا بقى جاي اقول لك من خطوه انا خدتها قبلك وكتير خدوها يعني قبلي كمان، انا جاي اقول لك ان في خير قدام. خد انت الخطوه دي واقترب من القران وابتعد عن الاغاني اللي هي صوت الشيطان، اقسم بالله العظيم لا تجد كل السعاده وكل الخير وكل البركه وكل الرزق، كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب لا بس انا بصراحه مش هقدر احفظ، انت بتكلمنا في حفظ والكلام ده كله وعملت تفضي في الكوبايه، يعني افهم من كلامك ان انت عاوز نحفظ القران، ده صعب جدا. ما انت بقى المفروض دلوقتي انت فهمت الموضوع عامل ازاي، هو صعب علشان انت قلبك مليان اغاني، لكن لما توقف الاغاني وتبدا تحفظ قران واحده بواحده، ايه بايه، ايتين بايتين، خمسه بخمسه، هتلاقي قلبك بيطهر كل مره لغايه لما يبقى سهل عليك. انا اقول لك على حاجه، انت دلوقتي سنك ايا كان سنك، اسالك سؤال، مش انت دلوقتي لو نزلت اغنيه جميله مثلا وتوزيعها تمام والصوت فيها تمام مش بتحفظها؟ بتحفظها. طب ليه ما قلتش ان الحفظ صعب في الكبر؟ هو القران اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بتيسيره، ربنا قال ولقد يسرنا القران للذكر. يعني تخيل انت بتحفظ صوت الشيطان وبتيجي عند كلام الرحمن بتقول ده صعب، رغم ان ربنا ميسره اصلا، ربنا قال ولقد يسرنا القران للذكر، لكن انا النهارده جاي احطك على الطريق واقول لك ليه صعب عليك وليه صعب عليك حفظ القران، علشان احنا قلوبنا اتملت بده بالسواد ده. فاحنا لما نبدا ننظف قلوبنا من السواد ده هوت باذن الله رب العالمين هيسهل علينا حفظ القران ومش هيكون صعب. وانا قدامك بفضل الله رب العالمين يعني مثال واقعي على ذلك، وفي مئات الامثله، يعني ان انا كنت في يوم من الايام حافظ البومات كامله، ودلوقتي الحمد لله ربنا من عليا وختمت القران كاملا بفضل الله رب العالمين، والاغاني دي ما عادش لها موقع في حياتي. فانا يعني نصيحه من اخ، يا ريت ان احنا ناخد خطوه علشان يعني فعلا نعيش حياتنا صح، ما نقضيهاش بقى في هم ونكد وغم، وفي نفس التوقيت احنا بنجيب لنفسنا الشؤم اللي هو شؤم معصيه ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده نرجع نشتكي، طب احنا ليه ما فيش توفيق، ليه ما فيش بركه، ليه ما فيش سعاده، ليه ما فيش، والامر كله بما كسبت ايدينا، وربنا سبحانه وتعالى بيعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فده كان فيديو يعني انا اسف لو طويت شويه، لكن يعني ده اللي انا حابب اقوله في موضوع الاغاني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم من حبه ورضاه، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.